التعدي على الرموز والعناوين العشائرية في الأنبار مرفوض، يؤكد السوداني ويشدد لا مساس بهيبة العقال. نستهل الخلاصة لهذا اليوم من الأنبار، حيث أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ضرورة احترام الرموز والعناوين العشائرية في الأنبار ورفض المساس بكرامة المواطن أيضا. وقال أمير عام قبيلة جميلة في العراق الشيخ ستار عباس الجميلي أن السوداني أكد في اتصال هاتفي جمعهما على ضرورة احترام المواطن العراقي والرموز والعناوين واحترام هيبة وشرف العقال العربي.